طويلة حين شاهدت هذا الإجرام وهذا القتل وهذا التدمير وهذا الكذب والإدعاء الذي مارسته حماس بعد أن استفرزت في قطاع غزة. كانت حماس تقول على الدوام أنها تريد أن تدمج بين المفاوضات والمقاومة وأن تحرر فلسطين. ماذا جنت وجنى الشعب الفلسطيني بعد أن سيطرت على قطاع غزة؟ المقاومة انتهت من وجهة نظر حماس، بل وتجبر التنظيمات مثل تنظيم الجهاد الإسلامي على أن يطلق صواريخ. أصبحت الصواريخ الآن عمل غير وطني، في حين كان الرئيس أبو عمار والرئيس بعده أبو مازن حين يطلب منهم وقف أو تعليق ضرب الصواريخ كان يعتبر ذلك كفرا وانحيازا لإسرائيل وخروجا عن العمل الوطني وتنكرا للمقاومة. الآن حركة حماس لا تقاوم ولا تبني ولا تصلح، بالعكس دمار في دمار. هذا ليس حكمي، بس خلنت الأمن. هذا بس نقول أنه ما بقى في بغزة، رغم أنه بالبداية الأحداث صار في أعدامات والآخر، ولكن قدرت حدد بعض الأمور، بعض الناس اللي كان جماعات عندها مسلحة تخطف ناس، مثلا بياخد مثلا بيت دغمش مثلا اللي أنتم ما قدرتوا حليتوها، حماس حلتها، وأمور كثيرة من هذا النوع. يعني دعيني أقول نعم، كانت فوضى بسبب طبيعة الأحداث، بسبب تكوين المجتمع الفلسطيني، بسبب الانتفاضة التي تركت آثارا على المجتمع الفلسطيني. كانت فوضى شاملة، ولكن الحمد لله هذه الفوضى الشاملة انتهت بالانقلاب الذي مارسته حماس وسيطرت على قطاع غزة، وبدأت من خلال حماس وحدها. لا زال القتل مستمر ولكن على أيدي حماس. حتى بالأمس خرج بعض الفتحويين من السجون الإسرائيلية، اقتحمت حماس مراكز استقبالهم والاحتفال بهم ونكلت وارتكبت كل الجرائم الممكنة. ما يجري ضد الإعلاميين اليوم، ما يجري ضد مؤسسات الـ NGOs، وما يجري ضد المؤسسات العامة والخاصة من عمليات نهب وسرقة، حماس هي التي تحكم وحماس هي التي تمارس هذا وحدها. وبالتالي أن تقولي أن بعض الفوضى قد انتهت بسبب خلاف سياسي سابق وبدأت الفوضى بشكل جديد على أيدي حركة حماس، فهذا هو الإجابة الوحيدة التي تلقاها المجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي بعد هذه الشعارات التي مارستها حركة حماس والأكاذيب خلال السنوات الماضية. طيب حركة حماس كمان ما عم بتنكلوا فيها أنتم بالضفة الغربية، بتفوتوا بتعتقلوا ناس، بتحطوا ناس بالسجون كمان، يعني أنه أولاً هناك فرق بين أن يتجاوز أحد القانون ويعتقل لأسباب قانونية ولا يسأل له ولا يضرب أو لا يعتدى عليه ولا يتصادر أمواله الشخصية وامتلكاته الشخصية. حركة حماس تحولت من حركة مجاهدة إلى حركة سراجين سيارات وعربيات وعفش وأثاث. كيف تعرف شو جو الشارع الغزاوي؟ يعني كيف فينا نعرف إذا الناس مبسوطين من حماس أو لا؟ لكن الناس مش مبسوطين لا من حماس ولا من فتح. هذا صحيح، أولا هذا صحيح. المجتمع الفلسطيني يعيش يعني أصعب الأوضاع الفلسطينية منذ 40 سنة لمجموعة أسباب. أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد مما جرى في قطاع غزة، لأن حماس قدمت مكافأة كبرى لإسرائيل بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وهذا الموضوع كان موضوع تفاوضي على الدوام. إسرائيل كانت تطالب بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ونحن وثقنا، ولا لا نقول طالبنا، وثقنا في كل الاتفاقيات عملية الربط السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي بين قطاع غزة والضفة الغربية. الآن قدمت هذه هدية من قبل حركة حماس إلى إسرائيل سياسيا أقصد. أما كيف نحكم على الشعب الفلسطيني أنه راضي أو غير راضي؟ أنا لا أريد أن أزج نفسي بحكم مسبق. هل صورة حماس قبل الانقلاب هي صورة حماس الآن؟ هل المجتمع الفلسطيني يرى حركة حماس النزيهة الطاهرة الشفافة كما يراها الآن بعد الانقلاب؟ هذه صورة انقلبت 180 درجة، وسأترك الحكم للشعب الفلسطيني. لا أترك. كيف بدنا نعرف؟ معروف، أصبحت معروفة وأصبحت معلومة والمجتمع الفلسطيني يتحدث بها. يعني المجتمع الفلسطيني برأيك تحول من ناخب قوي لحماس إلى فتح أو إلى فصائل أخرى؟ لا أقول إلى فتح ولا أقول إلى فصائل أخرى، ولا أعتمد في تقدير موقفي على الاستطلاعات التي تتحدث جميعها على انخفاض حاد في شعبية حماس، ولكن شاهدي التلفزيون الفلسطيني، شاهدي وسائل الإعلام، شاهدي أو استمعي إلى ما يتحدث به المواطن العادي الذي انتخب حماس. جمهور حماس التلفزيون الفلسطيني، شاهدي وسائل الإعلام، شاهدي أو استمعي إلى ما يتحدث به المواطن العادي الذي انتخب حماس. جمهور حماس لم يكن هذا الجمهور العريض الذي أعطاها الانتخابات.
جزء على الأقل 30% ممن أعطوا أصواتهم في الانتخابات لحركة حماس لم يكونوا بسبب حبهم لحركة حماس بقدر يعني غضبهم من السلطة الفلسطينية وغضبهم على فتح فانحازوا إلى حركة حماس. شو الحل محمد دحلان؟ إيش الحل إنكم تحكوا مع بعضكم أنتم حماس مثل ما قالوا لكم يعني بعض الأفرقاء العرب إنه مش القطيعة اللي عم بيعملها أبو مازن وأنتم، الحل هو أن تتحدثوا مع حماس، أن يكون هناك وئام وطني. هذا صحيح. المسألة ليست مسألة حديث شكلي، المسألة جربنا كل الأحاديث. أولا أنا لا أشكل أو لا أمثل أي وضع رسمي الآن لأتحدث باسم لا الرئيس أبو مازن ولا غير الرئيس أبو مازن. رؤيتك رؤية محمد أحلام، ولكن أنا أعتقد أن الرئيس أبو مازن قد جرب كل الوسائل مع حركة حماس منذ أن سمح لها بالدخول في الانتخابات دون أن تلتزم بأي التزام التزمت به منظمة التحرير، واتفاقية أوسلو قائمة على أساس واضح، من يريد أن يدخل الانتخابات يجب عليه أن يدرك سلفا أن عليه التزامات، أعفاهم من ذلك. ثم دخل بعد ذلك في حكومة الوحدة الوطنية وذهبنا إلى مكة المكرمة ليس من أجل هدر مزيد من الوقت، وربما في ذلك الوقت أنا من أشد خصوم حركة حماس، ولكنني بسبب قناعتي بضرورة ألا تقع حماس فيما وقعت فيه شجعت الرئيس أبو مازن على ضرورة أن نصل إلى اتفاق، وذهبت معه وأترك الحكم للوفد الذي كان يرافقنا لحماس وليس لفتح، أنني بذلت الجهد المطلوب كوطني فلسطيني من أجل أن نصل إلى توافق، وبعد ذلك اعتبرت وافترضت أنا وكل زملائي وعلى رأسنا الرئيس أبو مازن أن حركة حماس لا يمكن أن تنقلب على اتفاق مكة، وبعدها سمح لي الرئيس أبو مازن أن أذهب لأن أجري عملياتي الجراحية، فذهبت قبل سقوط غزة بشهرين تقريبا. بس مش أنت وحدك رحت، يعني أنا عملت لك عدة مقابلات، كنت دايما يعني ابدأ مقابلتي الرجل الأقوى في غزة، اليوم ما بقى فيه يقول الرجل الأقوى في غزة. كيف انهار محمد دحلان وأجهزته الأمنية بهذا الشكل السريع؟ أولا هذه ليست أجهزتي الأمنية. ثانيا الأمن الوقائي. عفوا أنا تركت الأمن الوقائي منذ عام 2002. بس أنت المسؤول عن كل هذا. لا ليس صحيح. ثانيا أنا وظيفتي في كمستشار الأمن القومي لا تخولني بأن أشرف على المؤسسة الأمنية إشرافا مطلقا، بل بأن أضع الخطط اللازمة من أجل إعادة بناء هذه المؤسسة الأمنية، وقد وضعت ذلك في كتاب كبير وتفصيلي وعرضته على الرئيس أبو مازن من أجل مهمتي كانت إعادة بناء وتهيئة المؤسسة الأمنية. وبهذه المناسبة الذي تدعيه حركة حماس في أنها تريد أن تعيد بناء الأجهزة الأمنية، أنا شخصيا قدمت وثيقة للرئيس أبو مازن وافق عليها، وقدمتها لحركة حماس وقدمتها لرئيس الوزراء في ذلك الوقت إسماعيل هنية، أنا أشك أنهم قرأوها، وهي تتحدث عن إعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس من الاستقلالية، يعني كل ما يطالبوا فيه الآن عرض عليهم قبل أشهر، ولكن حركة حماس كانت مسكونة بفكرة السيطرة على قطاع غزة معتقدة أنها تستطيع أن تبني خلافة إسلامية ومن هناك ينطلقوا لتحرير الأمة العربية والإسلامية. على العموم في السابق كانت كل التهم على محمد دحلان في أنه يعني هو السبب في كل هذه المصائب. ماشي، حركة حماس سيطرت على قطاع غزة واحتلته بالكامل، قتلت وذبحت ونهبت، وهذا أصبح معروفا. عفوا لا ولكن أنا سؤالي جزيل قبل ليش انهرته؟ هيدا اللوم عليكم.